الكريم. تنظن ان الاسر المغربيه دابا كتوجد رمضان، ومن بين اهم ما كيتطلب عندنا في رمضان بطبيعه الحال هي هادشي الشباكيه والحلوه الفلانيه. شنو رايك في هاد التقاليد، خصوصا اننا في واحد العام اللي معروف بالوباء وب يعني كاين شويه الاحترازات، ولكن تتبقى التقاليد ضروريه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بي عندكم في قناه الدار. بالنسبه ندعيو اولا الله يهز علينا هذا الوباء، نصوموا في خير وعلى خير، ونديروا القيام ونصليوا لحقاش داك العام تغبنا، الله يهز علينا هذا الوباء. بخصوص العادات والتقاليد، فاحنا كمكنسة ديما مرتبطين ارتباط واثق بالشباكيه وبالمخرقه وبالحلويات، وتنقلبوا ديما على 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 الجوده، على الكاليتي. ولهذا ديما تنجيو لهذا المحل، هذا المحل قديم تبارك الله ومعروف. هذا دابا مصيفط من الوالده، قالت لي سير ضروري لديك البلاصه باش تجيب لي وتجيب لي. والاخ ديالي غادي نصيفط له الصخره، مسافر من مدينه اخرى، وتنقدم لهم جزيل الشكر على هذه الجوده اللي كيديروا لنا، وتبارك الله عليهم. بارك الله عليك، كذلك ورمضان مبارك لكل علينا وعليك. علينا وعليك، وعواشركم مبروكه، والله يهز علينا هذا الوباء، الله يهز علينا هذا الوباء. كناس بالولاده وكبرت هنا، والعمل ديالي دابا بعيد على مكناس، ولكن دائما الاتصال بمكناس، وانا جيت سعيد بوجود مثل هذا المشروع في مكناس، لانني شفت الانترنت وعجلت بالمجيء. تبارك الله، يشرف مكناس وكيحافظ على التقاليد ديال مكناس، ومفخرة المدينة مكناس، بالإضافة للأمور الأخرى اللي كتعطي مكناس رتب تبارك الله مزيانة. هاد الصناعة التقليدية ديال مكناس مزيان نحافظوا عليها، ومزيان يتوارثها جيل على جيل. بطبيعة الحال كما قلتي أنت خارج مكناس، ولكن تتبقى ذاك يعني الارتباط، وبالتالي كنظن أنك جيتي تتقدى رمضان. وي جيت فعلا، جيت نتقدى، والعشية إن شاء الله غادي تجي السيدة ديالي، جيت بعدا نتعرف على المكان، وكان الحدس ديالي صحيح، جيت نيشان لهذا الرياض. هذا استغلال الرياضة في مثل هذه المشاريع هو ثروة لمدينة مكناس، من جهة كنحافظوا على الرياضات لأنها تراث إنساني وتراث تيفتخر به المغرب ضمن الدول، وباش نستغلوا في مثل هذا المشروع هذا يعني القيمة مضافة. بالنسبة للزبائن عندنا كيجيو الناس أجانب ومخارج مدينة مكناس، يعني هذا المحل خدا واحد السمعة وقبل، يعني دار واحد اللمسة ديالو، الناس لقاو الجودة، ولاو كيجيو عندنا زبائن من جميع الفئات، الأسر المغربية فهمتيني كيجيو من مدن أخرى. كما كانش هذا الكونفينمون كنا راه زعما تكون الإقبال كثير على الحلوى، ولكن هذا الوباء أثر على كل شيء، ونطلبوا من الله ربي يسر الأمور وترجع الامور كما كانت شحال هادي، ويكون داك الاقبال على الحلوى كما كان، وداك الشعبيه ديال الاجواء ديال رمضان كي كتكون هنا، والحماس لقيت هنا حي قديم فهمتيني. هنا في المدينه العتيقه كيكون داك الشيء هنا، غير العائلات الاصدقاء، يعني كيكون المحل معروف، كيكونوا كتكون واحد هكا تقول واحد الاجواء عائليه. هنا عندنا الكليان ديالنا راه بحال البيت ديالنا، العائله ديالنا، يعني كيجي لهنا يعني كيجي كيحس بانه راه في دارو، كيدي حاجه اللي هي نقيه، كيعرف شنو غادي ولا غيصيفط لشي واحد العائله ديالو لبرا ولا شي حاجه، كيصيفط له كيعرف شنو كيدي له، شنو كيعطيه، يعني كيدي له كما كنقولوا حنا بوجه احمر. المنتوجات التقليديه اللي كنقدموا، هذا الشيء معروف من زمان طويل، من زمان المخرقه الفلاليه الشباكيه، الانواع هذه اللي كتستمر في رمضان، اللي كتتمشى بكثرة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.